صباح الخير يا رحال. صباح الخير يا عمي. شو القهوة مو جاهزة؟ لا والله، لكن هلا بدي شعل النار. وليش متأخر فيها اليوم؟ يطول عمرك يا عمي أم هادي، لسه الشمس هلا طلعت، بس أنت مبكر على غير عوايدك. إيه والله أنا مو تمام، بنخبط اليوم. خير إن شاء الله. خير. الحقيقة ما بعرف شو صاير لي يا رحال. قلبي قامت وصدري طابق. حاسس حالي مو مزبوط. مكركب. نمت على هالحالة، فقت مكدر. رحت على هالجامع، صليت ركعتين الصبح حاضر. تروحنت شوي. شوف هلا ردت رجعت لي القمطة. يعني هالقمطة ما لها سبب؟ الصراحة يا رحال، رجع لي الخوف من هذا أسعد الدعاس. بعد ما كسرت هيبته وخليت عمامه يوقفوا جنبك؟ الديب بخوف أكتر وهو مجروح. وأسعد هلا منصاب بجرحين، مو بجرح واحد. حي أبي زرعنا خربوا زرعنا. أعوذ بالله، شو الحكي؟ رحت اتفقده لقيته كله خراب. لطفك يا رب. ورجالنا وينهم؟ وين كانوا؟ كانوا نايمين، صحيوا ما لقوا حدا. امشي شوف، امشي. مو لازم حدا بالأول يخبر مغفر حتى نشوف شو صاير بالأول. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أنت ما سلمت من أزاهن يا أمادي. يا أبي، هاي جريمة متعمدة ما لازم يسكت عليها. اهدى يا ابني، اهدى. خلينا نعالج الأمور بروية، الله يرضى عليك. شو يعني؟ نسكت؟ نطمعن أكثر من هيك؟ لا لا لا، هاد اللي طلع محون، أكثر من هيك ما بقى يحسن يساو. ما صدقت اللي سمعته. معقولة يا مختار؟ اي نعم، شوفت عينك. عرفتوا مين؟ بعيدة مثل الشمس، ما في غيره أسعد دعاس. يا راجح وصير الشر، الله يرضى عليك. أنا اللي أصره يا مختار. ايه، أنت وغيرك. شايف اللي عمله غيري؟ ما بعرف ليش بدك أنا نسكت على هيك جريمة. يا ابني يا مهيدي، يلي خرب زرعنا مو عاقف. واحد سفيه إيده هي لسانه، ونحن لازم نداريه، نسايسه، ما نحاربه. ما عم بقدر افهمك. والله امرك عجيب يا مختار. نحن محاويين لك يا مختار. صحيح، وانا كمان. محقوقين الي؟ نحن غلطنا معك يا مختار. ايه، غلطنا ومنك السماح. يعني انتو يلي خربتوا زرعي؟ اعوذ بالله يا مختار، نحن ما حرسنا زرعك، قلنا رجالك سهرانين عليه، مين بده يسترجي يقرب على ارض المختار؟ ايه، مين بده يسترجي؟ هذا هو خطأنا يا مختار، انه ما حرسنا زرعك. غلطنا ومنك السماح. ماشي الحال، طالما اعترفتوا انا مسامحكم. الله يحرمني من ضوء عيني اللي بعياني، اما كنتوا انتوا اللي خربتوا الزرع وحرقتوا. بس يا راجع، خاف الله، لانه هيل ودهام بطلوا الاذى من زمان. مظبوط يا مختار، نحن تبنا، نحن ما بنحب الأذى، بنكرهه كثير. الله يلعن الأذى ويلعن ساعته. اسمعوا لهالوقاحة، هلا شفنا بعيوننا اللي قالوه بالأمثال، بيقتل القتيل وبيمشي بجنازته. ايه والله، طول عمري عم اسمع بهالمثال وهلا عرفت معناته. هاي احكي استدعى بنكسر راسك. ها، اعمل اللي بريحك يا مهيدي، اللي بريحك اعمله. أنا شو بيسوى راسي قدام رضا المختار؟ كبيرنا، حبيبنا، اللي رزقي بإيده. الله محيي المختار السعد ومحيي أصله. تعيش يا دهام. تريك هايل يا مهيدي، اتركه وحماية ربك اللي إجت بالزرع
وضلوا رجالنا سالمين. ما بينعتب على اولادنا اللي هربوا للمدينه يا ابو سلوم. هالضيعه ما بينعاش فيها. ولولا ايام البياني صارت قليله ومو مستاهله لكنت هجيت مثل ما هجوا. وكنت لحقتهم واستسمحت منهم. لاني غضبت عليهم مثل ما غضبت انت على ابنك سلوم. وين سرحان يا ابو سلوم؟ كاني عم بحكي مع حالي. لا سامعك. طيب وشو رايك؟ لا انت مالك معي يا ابو سلوم، ما سمعت كلمه من كلامي. لا تاخذني يا ابو عطوان، الهم اخذني لعند سلوم. لكان طاوعني وخلينا نبيع زرعنا ودورنا ونلحق اولادنا. منها منعيش معهم ومنها منبعد عن المصايب والمزله. ومين اللي ممكن يشتري زرعنا ودورنا؟ حتى لو لقينا الشرة ما ممكن يعطينا فيها اجرة السيارة اللي راح تحملنا للمدينة. بهي معك حق. اوعكم تغشوا يا شباب، هذيك المرة مرقناها بس هالمرة اللي بيعمله وبيغزيني ما راح تسهل معه. ترى بدكم تديروا بالكم يا شباب، سلوم قول وفعل. قول وفعل بالفاينات. شو شايفك رجعت بسرعة؟ ايه وجايب لك السلام من اهلك. الله يسلمك، شو اخبارهم؟ ها يعني مالك عرفان؟ لعبوا دور مين هلا؟ دوري. شو نسيت اختك؟ ما سالته عن جوازتها. اي صحيح. شو الظاهر الجوازه ما تميت لحتى رجعت بسرعه؟ كتبنا الكتاب واجلنا العرس لبين ما دبر حق الجهاز ومصاريف العرس. ان شاء الله الف مبروك، الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك يا محمود. الله يبارك فيكم. عقبالكم. ايه الله يسمع منك. مين هاي قليلة البخت اللي بدها ترضى فيك؟ قلتك يلا العاب. سلوم ما وعدتني تلاقي شغلة تانية؟ جوزين فل عشرة. شو ليه؟ انت وعدتني تلاقي لك شغلة غير هالشغلة. دورت ما لقيت اريح من صندوق البويا. وصدق كلامك؟ اي نعم صدق. هذا ابو مهيدي مسكين، انا ما بعرف الحكومه كيف بدته عنك واعطته المخترة. واللي مثل الشيطان راجح العطوان. ليش راجح كان هنيك؟ ايه ولسانه اطول منه. يخرب بيته هالراجح، مثل الحيه بيطلع لي بكل محل. انت لو شفته كيف كان عم يحكي، بس لو ما يلتمه هالناس كنت عورت له عينه الثاني. منيح اللي ما عملته. بس لازم نقص له لسانه. صح، لكن كل شيء بوقته حلو. ما بتعملوا اي شيء من غير شوري. نعم صحيح يا ابو دعاس، انت بتضل الراس ونحن الايادي. سامع يا دهام؟ سامع ماني اطرش. هلا قيم القهوه من ايدك واسمعوني منيح.
أي غلطة بتغلطوها رح تنرد عليكم، أنا ما بيهمني، مشان هيك ما بتعملوا شي من غير شوري. يا سيدي ونحن بأمرك. عال بعدين بخبركم شو رح نعمل براجح العطوان، كيف رح نرد عليه وإمتى. يسلموك. الله يسلمك يا عمي. ما قلت لي يا عمي ابو مهدي شو ناوي تساوي مع اسعد الدعاس؟ ما لي ناوي على شيء. يعني تسامح اللي خرب زرعك؟ انت ما بتسمع عن السياسه بالراديو؟ بلى بسمع. ها وبتعرف شو هي السياسه؟ يعني مو تمام. واخرتها يا مختار. اهلين راجح. بدكم نهج من الضيعه منهج، بس عطونا اللي بيطلع من خاطركم حق رزقنا وحلالنا. اهدى اهدى وفهمني شو في شي جديد. سريت الصبح على ارض البلي لقيت زرعي كله خراب كمان، ونعجاتي نعجاتي اللي ما حيلتي غيرهم 10 نعجات حلابات منهم الحليب واللبن اللي عم يسدوا حل عيالي. هدي حالك وفهمنا. زرعي تخرب ونعجاتي اندبحوا، شو بدكم تفهموا اكثر من هيك؟ يا مختار يا عباد الله، انخرب بيتي، خسرت رزقي وحلالي، وعم بتقولوا اهدى وبدنا نفهم. والله حرام. شو الحرام؟ 10 نعجات نذبحهم ونتركهم في ارضهم، ونحن هون عايشين على الخضره والجبن، ومن شهرين ما اكلنا لحم مشوي. نحن بامره اسعد دعاس، اللي بيامرنا فيه بنساويه. فهمت ولا فهمك؟ هاي أبي عاوزك. أهلين ابن المختار. بسرعة استنيك. يلا جاي. هي انت يا نوفا؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللي بيشوفك ما بيفتكر انك بنت حويج، ما بيقول الا انك حوريه من حوريات الجنه. اخ 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 منك يا نوفا، اكيد اكيد بدك تذبحيني. اهلين ابو سلوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلين. وكل الله يا ابو عطوان، الرزق بيتعوض يا أخي. من وين يا أحمد؟ ربك كريم ونحن معك. آخ يا أخي يا أحمد، هالمرة خربوا بيتي على الخالص. بسلامة عافيتك، دير بالك على حالك، ولا ناوي تخسر كل شيء؟ أنا خسرت كل شيء وخلص، ما ضل فيني عافية. قلت لك وكل الله. لا إله إلا الله. اللي إله أهل يا أخي يا أبو عطوان ما بينضام، ونحن كلنا أهلك. يسلم هالتم، نفس الكلام حكيته يا ما سمعت مني. شفت شلون؟ هي عمك أبو سلوم عم يحكي نفس الكلام. أهلين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا مختار؟ بعتلي مهدي في شيء؟ يعني ما دريت شو صار بزرع راشح العطوان؟ ونعجاتي نعجاتي يا ناس. شو بو زرع راجح وشو بو الغنماته؟ ما في فايدة يا مختار، قلت لك ما في فايدة. خلاص اهدى اهدى شوي لنفهم. يعني انت مهمل بالحراسة ما هيك؟ كيف بدي يكون مهمل يا مختار وهي الشغلة اللي عم باكل منها واترزق؟ امبارح زرعي وكنت مأمن برجالي انهم يحرسوه، واليوم شو عذرك عن زرع راجح؟ بجوز اخذتني شي سهوة. طيب ودهم؟ دهام حرس بأول ليل وراح نام، بعدين أنا كملت لطلوع الضو. وما شفت زرع راجح وهو عم يتخرب؟ بجوز اللي خربوه يا مختار عارفين وقت مبادلت الحراسة بيني وبين دهام. الخراب اللي صار بده بالقليلة ساعتين، وبده رجالين مو رجال واحد، هذا غير ذبح النعجات. إيه والله يا مختار، أنا شفت الخراب. قديش بيطول وقت مبادلت الحراسة؟ شي ساعة ساعة ونص.
لما كنت أخدم عسكرية كل حراس السكنة يعني باب السكنة ودور مدارها بتبدلوا بربع ساعة. ساعة وربع يا هايل. أنت شو دخلك لتحكي ها؟ 100 مرة قلت لك بتضل بعيد، حدا وكلك تحكي عن المختار؟ لا، لكن حبيت وعيه لأني مختارنا ما خدم عسكرية. صح يا عمي؟ إيه صحيح أنا ما خدمت، بس مو تهربان، لا أشهد بالله لا، لأنه أبي الله يرحمه دفع لي البدل وقتها بدون ما أدرى، ما أدري. شو اللي مسك لسانك يا دهام؟ يا عمتي يا عمتي، هايل صديقي، صديقي الوحيد بهالدنيا. إذا طعتني يا دهام رح يصير عندك صديق تاني وأحسن منه بكتير. بعرفك عايش يتيم ومحروم من الحب والحنان. هايل صحيح صديقك، ما بيحسن يعوضك الحب والحنان ولا شو؟ ايه يا سلام، بكره لما بتتجوز نوفا رح تتبدل احوالك كلها، بصير عندك اهل وبيت وعز. هذا عدا المره الحلوه اللي بتساعدك وبتهنيك. شوف 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 كيف عم تتخبى عنا، خجلانه منا. هالدليل محبتها إلك. معقولة؟ نوفا بتحبني؟ إيه بتحبك ورايتها. ليش مستغرب؟ ترى هالبنت مثل الجوهرة، يعني بنت حلال مو بس حلوة، وأنت كمان يا دهام تستاهل. يعني بالحقيقة أنتوا اثنين لابقين لبعض. خلصنا يا دهام، ما بدك كل هالتفكير. شو عادة الشاب هو اللي بيخطب البنت؟ شوف بقى قديش معستك عنا لحتى خليتنا نقلب الميزان. يلا يا دهام قلي شو قصة هايل. انا هلا حالا ببعت بجيب المأذون وبخلي جوزك نوفا على الحارق. خلص يا عمتي، ما عاد بدي اسمع هالكلام. يعني ما بدك تتجوز نوفا؟ يا عمتي ما بدي اخون صديقي اللي امني على سره. انا ما عم اقول لك تخون. يا عمتي يا عمتي، بيني وبين هاي الخبز وملح وعشرة عمر. انا ما بدي اياك تخونه، بدي اياك تخدمه. اخدمه؟ شلون؟ ايه تخدمه، تخلصه من سيطرة اسعد عليه ومن هالذل اللي عايش فيه بسبب خوفه منه. لك شو بك انت ما بتفهم؟ انا بدي احميه من اسعد. والله يا عمتي انا ما عم بفهم ولا بدي افهم. بالظاهر كلامك صحيح، انا ما بفهم ما بفهم. ونوفا؟ نوفا الله يبعث لها اللي يستر ويحميها. بس هي ما بدها غيرك. يلا خاطركم. وين؟ تعال فوت لعندي واشكر الله. لا اله الا الله، خليني روح لبيتي وروح انت لشغلك وحقلك. لا والله ماني رايح لشغلي قبل ما اشوفك هديت. تعال تفضل، بكفي تعب نفسك، كمان بدك تتعبني معك؟ الله لا يبلي حدا بتعبي. هونها بتهون، تعال دخول. ما بتهون والله ما بتهون يا ابو سلوم. لك كيف بدها تهون؟ تفضل 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 ابو عطوان تفضل. اهلا وسهلا. يا ساتر يا رب. عود وهدي لي حالك. شفت شو صار بوظيفة المختار؟ هايل واقف مثل الديك والمختار قدامه مثل الجاجة. أكيد المختار بيخاف من هايل.
انت روح ساوي لنا شاي وكتر الله خيرك. انا غلطت شي يا ابو عطوان؟ لا ما غلطت يا سلمان، وانا سبق وقلت له لابوك تحت رايه هيك مختار ما لنا امان. بس انا ما خالفتك يا راجح، شو منحسن نعمل؟ نهجم اولادنا ونتبهدل اكثر؟ فكرك يعني نفدنا؟ معلوم نفدنا. شو انت مالك متاكد من اخوك؟ طالما المختار بخاف من اسعد دعاس، واسعد دعاس ما همه الا المختره، انا رح ضل حاططهم اثنين تحت باطي. ما رح اطمن. ليش؟ عم بيقولوا المختار عم بيسايس كباريت الضيعه ليجيبهم لطرفه، وساعتها رح يضرب اسعد الدعاس الضرب اللي تجيب اخرته. لجهنم الحمراء. نحن الربحانين. متاكد؟ اشرب شايك اشرب. اخي هايل بدي اسالك سؤال. صحيح ريم السلوم تركته؟ انا ما تركتها، هي اللي تركت. وهانت عليك؟ ريم بحياتها ما ممكن تهون يا دهام، بس انا اللي خلاني اصبر انه ما رضيت باسعد الدعاس وهزمته بكل ماله وحلاله وجاهه، وبدت عليه ابن خاله اللي ما حيلته شي لا مال ولا حلال ولا جاه. هي الريم اللي هزمت الديب يا دهام، وسوت فيه وسوت فيه اللي ما قدرت انا سويه. هايل قل لي، انا صحيح ممكن اسعد نوفا؟ اللي فهمته ان هي بتهواني مثل ما انا بهواها. الله عليك يا دهام، ومخبي عن اخوك كل هالفتره. بس المشكله بالمهر، مهره غالي غالي كثير يا هايل. ولا يهمك يا دهام، انت مو مصمم فوق 20,000؟ رقبتي سداده، شو ما بينقصك. مهره مو مصاري. حلال ولا حلال؟ لكان شو وزنها؟ هي اللي بدها تجوزني نوفا. مين وزنها؟ ايه وزنها. أعطيتها المهر اللي بدي اياه؟ والله ما اعطيتها شيء. صدقني يا هايل، انا حبيت امزح معك واخفف عنك بعد ما شفتك تكدرت من ذكر ريم السلوم. تعال شوفين يا سلمان. مرحبا يا سلمان، شلونك؟ مالنا فاضيلك، انا نعسان وبدي انام. انت ليش بتكرهني يا ولد؟ ها في حدا بهالضيعه ما بيكرهك؟ شوفوا، لا اذا ابوك ما قدران يربيك انا بربيك. لا تغلط يا اسعد، انت ببيتي ودخلته دخله كافر. دخله كافر؟ شو هالحكي يا ابو سلوم؟ الشرع بيقول لك ما تدخل البيوت الا باذن اهلك، وانا هيك سويت، دقيت الباب وابنك فتح لي. هذا مو اذن؟ هات القصير وبدي نام. اللي صار لزرع المهيدي وزرع العطوان خوفني على صراحة، خايف يجيك الدور، فقلت لحالي بجي بحكي معك، عسى انه بالتفاهم والعقل تحمي رزقك وتحمي زرعك. شايف قديش انا قلبي عليك وانت عم تستقبلني كاني عدو؟ جاي لوسط بيتي تهددني ومالك عدو؟ انا مو قصدي التهديد، بالعكس انا جاي انصحك نصيحه صديق ومحب. والقصد؟ ريما بتطلق من جوزها وبترجع لبيت اهلها، وبعد العده بتجوزها. شوف الوقاحه. لا تتورط بكلام اكبر منك يا احمد السلم، ما في قدامك الا طريق واحد، يا نحن احباب واصحاب يا نحن اعداء. وتذكر انك مالك قد عداوه اسعد الدعاس يا ابو سلوم. بكره او بعد بكره بالكثير تيجي لهون وشوفني.
يلا أودعناكم. السلام عليكم. مرة فهمتك ما تفوتي على غرفتي. نسيبك ما عاد لا بقلك تأمر وتنهي. أنا جاي إلك تترك ريم بحالة. البنت تجوزت اللي بتحبه، بدك إياها تتطلق منه غصب؟ إيه غصب، ليش لا؟ حتى لو قادر أنت تغصب أبوها، بس مانك قادر تغصبها هي. ستي كلها يومين وبنشوف. حتى لو أبوها غصبها لأنك هددته، بس ريم ما رح تكون إلك. يا وزنة ترى غيرتك من ريم رح تقتلك. ما عاد تغار منا بعد ما سوت فيك اللي سوته وتجوزت اللي بتحبه وعدت عن كل مالك وجاهك. مشان هيك أنا رح أتجوزها لحتى ساويها عبدي لي. بدك تزلها مثل ما زلتك؟ خسيتي وليه؟ أنا ما حدا بيزلني. إيه شفنا، هو لسه رح نشوف كتير. استني، أنت منين جايبة هالحكي؟ عم تتجسسي علي ما؟ ولعلمك بقى أنا دريانة بكل شي. ها، وشو هالكل شي اللي دريانة فيه؟ كل اللي بيخلي عمامك وأخوالك يغضبوا عليك بدل ما يساندوك. أنا ما عملت غير اللي بيرفع مكانتهم وجاههم. إذا عرفوا بالسر اللي بينك وبين هاي، بيقولوا اللي بيتستر على الشر وبيخاويه لابد ما الشر يرضي. سلام. استغفرك يا ربي واتوب اليك. التعب هدني ومالي قادر نام. الله يسامحك يا ريم، كان لازم خلفك. يخرب بيت شيطان الحرمي، شلون دريت؟ بيعرف السر غيري، وانا ما حكيت. هي لحقتني مشان تعرف السر اللي مخليني مطوعك، بس انا ما قلت لها. حدا بيودي حاله للموت؟ لكان كيف دريت؟ هذا اكيد دهام. دهام الندل عم بيقول لي عم بمزح. وقعت قلت له يا هيل، اذا قتلته ما منعود نعرف السر. دهام دهام، شوفي انا شو اذنبت معكم. انت خنتني يا دهام، بتقولي ماهر نوفا
عم تمزح معي مشان تسليلي؟ إذا مالك مصدق طخني طخني يا هايل طخني مخلصني من عيشة البهايم هاي. لا يا دهام، أنا ما بدي هاي اللي طخك، بالعكس بدي أكون إيد وحدي تحت أمري مشان ننتصر على أعدائنا. أنت ما بتهمني يا عمي، هاي الأخي وأنا وياه تأخينا تأخينا لأنه أنا يتيم ومقطوع وهو يتيم ومقطوع وما بحن على العود إلا أشرب. ما هيك يا هايل؟ بس أنت كذبت علي مشان أتجوز نوفا. أنت بتحبها؟ لك شوفها واسألها. لا بدي شوفها ولا بدي أسألها. لك مين اللي خبر وزنها؟ إذا قلت الصحيح ما بتزعل مني؟ أحكي. مرتك داهية وسأل هايل عن عمايلة. طول بالك يا عباس، طول بالك، بتضل بنت عمك وام بناتك. بس كان لازم تخبرني يا هايل. هي حبت تعرف السر وبدها تقول لأبوها وكل أهلها. هي اللي قالت لك؟ نشان طوعها طلبت تحميني مثل ما انت حاميني وتجوزني ريم السلوم. وليش ما خبرتني؟ حتى أصور الشر بينك وبينها. على كل حال انتوا انسوا الحكي هلا كله واهتموا بشغلكم. احرسوا اراضي الضيعه منيح. فهمتوا؟ طمن يا ابو دعاس وروح نام وانت مرتاح. شو هالحكيات؟ معناتها الرجال جاني الرسمي. يا ابي الحال ما بقى بصالحك، لازم تخبر المخفر. ايه والله يا عمي، ترى اسعد الدعاس قصده يفهم الناس انه هو الاقوى. مزبوط. وانك ما بتصلح مختار وتحامي عنهم. لا هي بعيده على اسنانه، انا رايح لهم وبدي احكي معهم كمان. تروح لمين وتحكي مع مين يا ابي؟ يلي انتهى بحلالهم وانخرب زرعهم. ما راح تلاقيهم، انا جيتك بعد ما اتفقوا على طاعه اسعد الدعاس. شو عم تحكي يا مهدي؟ وراحوا لعنده وهلا هن عنده بالمضافي. حلو كملت والله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يا شو هاد يا ابو سلوم، مريت على الارض تبعك صايرة احسن من اول، تستاهل لك مبروك، بس لازم تدير بالك عليها اكثر من اول. يا سيدي انا ما بدي اعطلكم، مبين انكم رايحين على الارض. بس حبيت ذكرك بالوعد يا ابو سلوم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ابو سلوم نسيت اسالك، انت سمعت باللي انحرق زرعهم والنهب حلالهم امبارح؟ Thank you.
منظرهم ببكي الحجر. اجوا لعندي على المضافة وطلبوا مني احميهم، وانا وافقت لانهم قطعوا قلبي. وقلت لحالي اذا مختار الحكومة مو قدران يحميهم، اسعد الدعاس بيحميهم. ويسترجي حدا بعد هلا يفكر انه يأذيهم او حتى يعتدي على زرعهم وحلالهم. لا بهي انت كفو يا ابو دعاس. مكان خليك مع القوي يا ابو سلوم. انا دائما مع القوي، اللي ما يقوى عليه قوي. برد بذكرك مثل هالوقت راح مر على بيتكم وسلم على ريم وامه وطيب خاطرهم. لا تنسى. السلام عليكم. الشارع انشط، بس تعرف لازم اشوف اذا كان محجوز لغيرنا ولا لا. ولا يهمك، انا سلوم، اذا عجبنا صار مطرحنا خلاص. ايه مثل ما بدك. ها وهي قاعدة. نعم. المحل محلنا، اتركوا. يلا نقلع من هون انت ويا ابله. شو نقلع من هون؟ يلا نقلع. شو هالحكي؟ كل هالشيء عم بيصير والمختار ما عم بيخبرني؟ شو يخبرك؟ شو يقول لك؟ أهل الضيعة وقفوا مع الدعاس؟ هذا شيء خطير إذا كان كلامك صح. يا حضرة المساعد، ما بيصعب عليك تتأكد من كلامي؟ طبعا رح أتأكد، لأنه وضعي أنا رح يكون بخطر. بعتي الرقيب حسن وقول له جهزوا لي السيارة فورا. وأنت بتروح لبيت فايد عبد الله. تاخذ بنتك وامها وترجع لبيتكم، واوعك تقول انك شفتني او حكيت لي شيء. ايه؟ لا يا ابي، ما لازم اسعد يشوف ريم ابدا. معلش سلمان، اسمع مني. ما بدي اسمع اكثر من اللي سمعته. نحن لازم نسير اسعد الدعاس لبين ما نخليه يقع بشر اعماله. هذا شغلكم، انا ما برضى اختي تصير لعبه بين ايديكم. انت والمختار واسعد الدعاس. الحق معك وانا بحيي شهامتك، لكن فكر بشراسه اسعد وبارضكم. احترامي سيدي. اهلين ابو علي. مرحبا عمي ابو سلوم. اهلا. شو بنا ابو سلوم؟ نصل 1500. بجوز انتو اعرف مني. خير سيدي، شو صاير له ابو سلوم؟ بعدين شو صار بالشبين؟ عن شبين؟ جاهزين سيدي، جاهزين. قول لهم يجوا فورا على المخفر. حاضر سيدي مشان السيارة. بعدين بنحكي بعدين. حاضر سيدي. وانت يا ابو سلوم بدي اياك تتعامل مع اسعد الدعاس بدهاء اكثر من دهائه. ايه الاتكال على الله. قوم يا ابني. الله معك. الو رقيب حسن، فهمت علي؟ جهزوا السياره بسرعه. يطول بالك شباب.
انت بدخلك باللي حصل. انا راح اقول انه نحن التقينا بس انت فهمت. لا ما فهمت، انت رفيقي وانا ما بتركك. لك مساحه بس مو كيك بالعود، ما بنقدر نشوف حدا برا الحبس يساعدنا. شلون بدي اتركك وانت رفيقي يعني؟ انا ما بقبل. اسمع هلا انا راح اقول بالتحقيق انت ما دخلك، واذا انت قلت نفس الحكي ايه ساعتها بتروح بتشوف محمود ابن عمتي وهو بيعرف يتصرف. ايه لك شو ايه خلص هلا بتروح بتشوفه وهو بيعرف شو بده يسوي. اخي نصحتك 100 مره قلت لك ما نقعد بمحل غير محلنا. ما خلص هلا خلص بيجي الحال. هلا شو فائده الندم من هالقصه؟ بتساوي مثل ما عم بقول لك. قول ان شاء الله. بكره برات السجن راح افرجيك من هو زلوم السلوم. معك سيجاره؟ ليش طالعنا اجره البويه ليكون معنا حق سيجاره؟ ما عرفنا على الشابين اللي جايبهم معك ابو غسان. هدول جايبهم بدال هايل ودهام. بدال هايل ودهام؟ تجربة لشوف احوالها بتتحسن، قصدي احوال الضيعة. لأنه اللي سمعته اليوم ما بيطمن. فكرت قلت بجوز هايل ودهام عم يتظاهروا بالولاء لك، علما انه ولاء لأسعد الدعاس. أبو علي الله يرضى عليك. نعم سيدي. خذ السيارة وروح جيب لي هايل ودهام مع بواريدهم. حاضر سيدي. الله معك. يا مختار، أنا صار عندي علم باللي صار اليوم بالضيعة، واللي صار بيتناقض مع كل شيء قلت لي إياه. منين عرفت؟ المهم عرفت. أسعد الدعاس مشراني وما بيخاف الله. يا أمي شو صفي له عنا بعد ما كتبت الكتاب؟ ما بعرف. عادي يا بنتي، عادي وقدري معي الله يحمي أبوكي وأخوكي سلمان.